أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأكارم على الهواء مباشرة ومع أخبة من المبتكرين الذين استطاعوا الفوز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في ابتكاراتهم، وكذلك الفوز بالمركز السادس على مستوى العالم. دائما ما يعرفنا العالم ونجهل أنفسنا، دائما ما يقدرنا الآخرون لكننا لا نقدر أنفسنا. لماذا؟ لأننا نتبع الساسة، ولأننا ندور في فلك السياسة، ولأننا نبحث عن مصالح الساسة، حتى عن مصالح الشعب لا نبحث. هذا هو الواقع، خلصنا الله من الساسة الذين لا يحبون أوطانهم. أرحب بضيوفي الأعزاء، مرحبا بكم، دكتور فضل الأكوع، وأيضا المهندس مهند البغدادي، والمهندس كمال الهاملي، وأيضا المهندس محمد هايل إن لم أخطئ، والمهندس ماجد القارة، مرحبا بكم. أبدأ بالدكتور، هم عادهم مهندسين أنت دكتور. دكتور، ما هو الابتكار الذي قدمته لتفوزوا بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي والسادس على مستوى العالم؟ جميل، وفي أي مجال؟ تفضل. جميل، شكرا. أولا أحب أن أشكر القناة الفضائية اليمنية وأشكرك شخصيا على هذه الدعوة يعني الطيبة. أريد أن أبتدئ من حيث انتهى الدكتور صالح سمية. أنت عارف الآن الكهرباء تعمل مشكلة جدا في الأجهزة الطبية في المستشفيات. انطفاء الكهرباء وعودتها سريعا يؤدي إلى ظهور ما يسمى بالتيارات المتسربة التي تخرج من الجهاز الطبي إلى المريض تؤدي إلى وفاته. آخر دراسة لمنظمة الصحة العالمية تقول أن 10% في الدول النامية يتوفون ليس إلا بخطأ من الجهاز الطبي أنه يقتل المريض. كان هناك منظمة تسمى بالمنظمة الصحة العالمية الهندسية أو الإنجينيرينج وورلد هيلث، موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية في نورث كارولينا، قامت بإنزال هذا المشروع للعام 2013 لعمل أفضل تصميم بأقل تكلفة لفحص التيارات المتسربة من الأجهزة الطبية. فابتدأنا في هذا المشروع مع شباب منذ العام الماضي 2012-2013، والحمد لله توصلنا، عملنا في البداية أول تصميم، ثاني تصميم، ثالث تصميم، إلى أن الحمد لله نحن توصلنا إلى أحسن نتائج. قدمنا هذا المشروع ضمن أفضل 100 جامعة أمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقة الإنجينيرينج وورلد هيلث، والحمد لله تفوقنا ووصلنا إلى المركز السادس. أيضا قدمنا في الشبكة العربية للابتكار في الأردن، وكان بمشاركة أكثر من 150 مشارك، والحمد لله تفوقنا بالمركز الأول. الحمد لله، الحمد لله. فكرة المشروع ببساطة أنه الآن أصبح الجهاز التلفون المحمول لدى الجميع. نعم. يوجد عليه ما يسمى بالأوبريتنج سيستم أو نظام التشغيل، الأندرويد. الآن كل الناس يوجد لديهم هذا الجهاز. الجهاز الطبي تكلفته تكمن في الشاشة وفي لوحات المفاتيح وفي المعالج. نعم. الآن التلفون إذا كان لدى الشخص فإنه وفر علينا 70% من الجهاز، فنقوم بتوصيل جهازنا الذي أمامكم. هذا الجهاز الذي أمامكم. نعم. نقوم بتوصيله عن طريق توصيل USB إلى الجهاز، ويقوم بعرض البيانات هنا. كانت الفكرة جديدة مبتكرة أنك تقوم بعرض بياناتك على تلفونك المحمول. نعم. يعني هذه كان جزء من السيكريت أو جزء من السر الذي استطعنا أن احنا يعني هكذا توصله؟ أي، توصله إلى التلفون مباشرة. جميل. طبعا هي الفكرة أنه الآن السعر، الناس يبحثوا على بعض الدول النامية أنه لا يوجد لديهم مبالغ مالية أن يدفعوا. يعني الجهاز الذي تباع في الأسواق يصل سعره إلى 10,000 دولار، لا تستطيع المستشفيات أن تدفع هذا السعر. قصدك الحكومية؟ المستشفيات الحكومية. أما الخاصة فما شاء الله عليهم، عشان ينزل لك طبيب من الدورة الثانية الأول الشيء 20,000. أي نعم. فالآن الذي احنا عملناه أنه الآن اخترعنا الجهاز وبتكلفة قليلة جدا، حتى نستطيع أن احنا نبيعه في الدول النامية بتكلفة يعني منخفضة، وهذا إن شاء الله ما سأدعوه. ماجد، كيف حالك؟ الحمد لله. مالك خير؟ ماجد، حدثنا عن الجائزة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية الهندسية. أول حاجة أحب أشكرك لحضورنا في البرنامج هذا واستضافتنا هذا قناة اليمن. المنظمة هي أصلاً تعني بحل المشاكل الطبية
من خلال أول حاجة تدريبنا مهندسين أجهزة طبية، ثاني حاجة من ابتكار حلول ومشاكل بالدول النامية عن طريق يعني جعل يعني مشاريع للطلاب يحاولوا يدوا مشاكلها يحلوها. طيب كان مشروع قياسة التيارات المسربة من أجهزة طبية أحد المشاريع اللي كانت 2013 هذه نضيفها للدكتور فضل. نعم فعلا احنا أخذنا زمام المبادرة وقمنا بعمل تصاميم، تصميم أول، تصميم ثاني، تصميم ثالث، يعني لين ما يعني وصلنا لتصميم جهاز يعني رخيص الثمن ويكون متناول الجميع وبرضه كمان أيضا عالي الدقة وبرضه كمان يعني نضمن الجودة العالية للأجهزة الطبية والجودة العالمية برضه تنافس الأجهزة الموجودة في الدول العالم. طيب نحن مشاركنا يعني دخلنا في المركز السادس. طيب برضه كان في جامعات من جامعات عالمية مثل جامعة دوك، جامعة جونز هوبكنز، جامعة كاليفورنيا. احنا يعني برضه كمان دخلت ضمن في المسابقة يعني اضافت ضمن افضل 100 جامعة في العالم والجامعات الامريكية، والحمد لله حصلنا على المركز السادس. كنتوا متوقعوا؟ والله نحن مع الشغل اللي تعبنا والحالة اللي كنا موجودين فيها اللي سهرنا مع اصحابنا بالاسابيع يعني كنا بالايام توصل الاسبوع احنا جلسنا مع اصحابنا كوننا كعائلة ثانية. يعني حتى من المشاكل اللي برضه كانت تطفية الكهرباء اللي كانت تعيقنا من توصل نشتغل الجهاز ونحن نشغل الجهاز. يعني نفتكر كان يوم من الايام كان اخر يوم كتقديم المشروع في الجامعة الامريكية كانت الكهرباء طافية. طيب كان هذيك برضه نفس اليوم كان برضه كان من ذيك الايام كان يعني في ازمه في البترول لا بترول ولا كهرباء وكيف تخلصتم؟ حاولنا دبرنا بترول. طب وصلنا للساعة 12 نشغل المواطير يعني يجوا الجيران خرجوا الجيران بالاوالي جميل والله والحمد لله يعني قلنا ان شاء الله ربنا ما يفلتنا والحمد لله. برضه لما سمعنا الخبر كنا برضه في نهايه شهر رمضان يعني نهايه شهر رمضان عيد العيد كانت الفرحه فرحتين يعني الحمد لله الحمد لله بالمناسبه المركز السادس ويعني وكان فرحتنا زايده حتى على انه انا ارسلت الى المنظمه قلت لهم الان الان الناس الذي قدموا من اوكسفورد ومن كالورينا كلهم الناس عندهم كهرباء عندهم ما عندهمش اي مشاكل الان بتحطونا بتنافسونا معهم. قال يا أخي حط إن شاء الله عمل المشروع حقك حتى في المريخ نحن نريد في الأخير مشروع المشروع نعم إنجاز. حتى لم يعني لم يسامحنا في أي غلطة من الغلطات البسيطة يعني أنتم قدمتم المشروع جاهز هكذا أم كان عبارة عن مراسلات عبر ال لا إحنا قدمنا هكذا رسلنا الفيديو رسلنا التصاميم الإلكترونية رسلنا الألواح الألواح الإلكترونية كاملة إلى عندهم هم قيموها و طيب من متخصص بالحديث عن هذه الأجهزة عن الجهاز نفسه عن التصاميم وعن كذا لأنه لدينا كما يقول الأخ المخرج لدينا صور لكم. طيب أنا أعود للزميل الصور موجودة عندك. طيب تمام لو تهدئ شوية من خلاص خيرة الله أحسن خيرا تمام. لا أنا نخذ المهندس كمال الهاملي. مهندس كمال حدثنا عن مزايا أهم مزايا جهازكم هذا مقارنة بما هو موجود داخل الأسواق ما الذي يتميز يعني ما هو الجديد؟ أوكي إن شاء الله. أول شيء نشكركم على هذه اللفتة الكريمة. طبعا إحنا عملنا على أنه بداية ما بدأنا في المشروع على نقاط رئيسية هي كانت النقاط اللي لازم إحنا نطور فيها وكانت موجودة يعني اللي لازم كان يوجد لها حل. كان مشكلة السعر الأجهزة المتوفرة حاليا في الأسواق سعرها كان مرتفع الثمن كان يصل الى الالاف الدولارات فحملنا انه نحل اول مشكله واجهنا اول مشكله انه كيف نحل هذه المشكله وكيف انه نوصل الى حل. والحمد لله استطعنا انه صممنا الجهاز باقل كلفه ممكنه نظرا انه استخدمنا في شاشه العرض اصبحت هي الاندرويد واصبحت هو الويندوز في الكمبيوتر فقلل سعر الجهاز جدا حتى اصبح سعره زهيد جدا لا يتجاوز $50. عملنا ايضا على نقطه الدقه أنت أوجدت جهاز سعره منخفض نجحت في هذه النقطة ولكن في نفس الوقت تحتاج إلى دقة حتى يكون جهازك مطلوب ومرغوب ويمكن أن يتم تصنيعه. فنقطة الدقة هذه عملنا على أنه صممنا جهاز أكثر من مرة فعملنا على صمم الجهاز هذا أكثر من مرة إلى أن وصلنا إلى الدقة المطلوبة. كان أيضا ما يهمنا هو الوزن وزن الجهاز أغلب الأجهزة الموجودة حاليا الآن موجودة تكون حجمها يصل بالكيلو جرامات فعملنا صممنا الجهاز على اساس انه يكون صغير جدا يعني حجم الجهاز الان ما تجاوز 250 جرام. ايضا الاجهزه المتوفره حاليا هناك مشكله ايضا فيها نظرا انه تحتاج فيها مهندس تقني ويكون ذو خبره عاليه ومختص في هذا المجال حتى يبدع من قام بالتركيب حتى يستطيع
قمنا بتركيب ككل يعني كنا نشوف مكانة الشخص اللي ممكن يركب لأنه كان معنا أكثر من مكان اشتغلنا فيه، فإحنا شاركنا في أكثر من مسابقة، كنا بحتاجين إنه نكتب أكثر من ريبورت، أكثر من سبميشن، معنا دراسة، معنا كذا، فإحنا وزعنا العمل بهذا الأساس، فكان من كان منا متفرغ فكان يمسك الموضوع هذا. موضوع سهولة الاستخدام، عملنا على انه نصمم واجهات سهلة الاستخدام، اي مهندس حتى لو كان قليل الخبرة ممكن يستخدم الواجهات، واجهات سهلة الاستخدام وتوضح لك بالوان الحدود المسموح وغير المسموح بها للتيارات المتسربة حسب معايير عالمية. وهذا ايضا هي الشيء الخامس اللي عملناه، هو انه رحنا درسنا معايير عالمية معينة هي الـ IEC 60601 و IEC 1010. هؤلاء بيوروا كيف تتم عمليه تصنيع الجهاز بحيث انه يكون الجهاز نفسه امنا على المريض، امنا للمستخدم، وكيف ايضا تستطيع تفحص الجهاز الاخر بالدقه المطلوبه. سبقكم احد الى هذا الجهاز؟ لا، هذا انتم اول من. نعم، كجهاز نعم، هو الجهاز موجود وفكره الجهاز موجوده ومطروحه، لكن مشكله انه الفكره محتكره وسعر الجهاز مرتفع جدا. قال 10,000 دولار تقريبا. 10,000 دولار. هي لا تصنع إلا شركة أمريكية وحيدة في العالم تصنع هذا التيستر أو ما يسمى بفحص الأجهزة الطبية. وإحنا للأسف لم نستطيع ذكر الاسم يعني كمنتج في الأخير يعني له حقوق ملكية، لكن الميزة إنه كيف تصنع نفس التصنيع الذي عمله ب 10,000 دولار تعمله ب 50 دولار ويكون متاح للجميع. سنصل هذا وتتخابر حتى لو ملكية. حتى الآن الميزة الجديدة اللي فيه، حتى الميزة الآن الجديدة اللي فيه هذه أول مرة تستخدم وأول مرة تطبق على جد، إنه تجعل شاشة العرض هي الجهاز التلفون. هذا اللي ساعد أيضا في الموضوع هذا. كانت هذه هي فكرة يعني فكرة مضافة للجهاز إحنا نعمل عليها من بداية، ولكن وصلنا إليها بحمد الله، وكان هالشيء هذا طيب أنا الحمد لله سبحانه وتعالى أنكم تخلصتم. لكن مهند طبعا هو الوحيد من بين الفريق، يا أخي لا أنقلش عربي، هو يمني، نحن لا نعترف كنا عرب. نعم كنا عرب، ومن لم يكن يمنيا كما قيل، وأنا بعض أحيانا أشك بهذه الحاجة، نحن بلاد الحكمة، وهذا خاصة مع وجود بعض العقليات التي لا تدع للحكمة مجالا. مهند، أكيد وأنتم تشتغلوا هناك صعوبات كثيرة جدا واجهتكم، هناك إحباطات، أحيانا تقول خلاص يا أخي تعبنا ما نتوقف هنا يكفي، وأحيانا يعود إليك الأمل أثناء تصميم المشروع، بعد ذلك أيضا أثناء عرض المشروع واجهتكم صعوبات، الصعوبات الأخرى ستأتي، كيف يمكن أن يكون هذا المشروع في متناول الجميع؟ لكن نتحدث أولا عن الصعوبات التي واجهتكم أثناء في البداية. يعني أحب أن أشكر قناة اليمن وبحضرتكم كمقدم لهذا اللقاء، وإلى إدارة القناة أيضا، القناة المتميزة هذه، وأشكر لكم هذه الالتفات الكريمة يعني في استضافتنا، وأثمن رعاية واهتمام قناتكم بالشباب المبدعين والمبتكرين والابتكارات. في بداية القول يعني تصميم جهازنا وتصنيعه مثلا صار علينا مثلا فترات طويلة، إلى يعني أول شيء تصميم جهاز وبعدين تصنيع نموذج أولي أخذ فترة طويلة ووقت طويل ومجهود كبير. في البداية كنا نبحث وندخل عن طريق الإنترنت، يعني حصلنا أشياء، لقينا أشياء، فكانت جهودنا تمشي على مسارين. أول مسار هو القطع الموجودة حاليا في الأسواق. طبعا القطع الموجودة مثل ما تعرف أنه إذا وجدت يعني طبعا قطع صعب أنها توجد، صحيح، في اليمن بالذات، في حالة أنها وجدت مثلا تكون رديئة. نعم، فكنا دائما كل ما نسوي جهاز نروح نغيره حسب القطع اللي تكون موجودة فيه، أو أن احنا نجيب قطع من الخارج على مود نشغل الجهاز. جميل. طبعا كانت تكلفة مرتفعة خاصة لما نجيب من برا، يعني تكون تكلفة احنا طلاب يعني لسه، فتكلفة عالية تكون عالية. يعني أنا تخرجتم؟ لا كنا طلاب. احنا نخرج الحمد لله، كنا طلاب وقتها. لا ابقوا قابلوني. طبعا المسار الثاني هو الاهم، اللي هو البرامج المستخدمه في الجهاز. جهازنا مش بس قطعه هاردوير عباره فقط، هو عباره عن مجموعه كبيره من البرامج. طبعا برامج تعلمناها، يعني احنا اضطرينا احنا نتعلمها على مود نخلي نوصل الجهاز الى هذه المرحله. طبعا يعني برامج خلي يدخل لك تفاصيل اكثر، مثلا اللي هي مثل السي شارب، مثل الامبيلاب، مثل الجافا، كليبس وغيرها من البرامج، وكمان برامج اللي هي سيميليشن او محاكاه اللي هي مالتي سيم والبروتياس او كثير من البرامج. فهذه كلها احنا تعلمناها تعلم ذاتي واستخدمناها لنطور جهازنا ونوصل الى هذا المستوى او نلاحق مثلا زي ما نقول انه التطور الجاري.
طبعا بسبب كثرة المعايير العالمية والأمريكية والأوروبية لازم نمشي عليها، يعني جهازنا الآن لما نصنعه لازم يمشي على معيار معين أو كذا معيار، فكنا نعيد تصنيع الجهاز من جديد بس لأنه المعيار ما كان يطابق المعيار العالمي، فعدنا تصميم الجهاز أكثر من مرة بهذه الحالة. بس في النهاية العزيمة وحب التعلم والإصرار والإرادة هم الحافز اللي خلانا نمشي بهذا الشيء. كل ما كنا نوقع بمشكلة كان المشكلة هذه حافزنا يتغلب عليها وتتحول هذه المشكلة إلى إصرار عندنا بحيث أنه نكمل مشوارنا أكثر. جميل جدا. كمال كيف حالك؟ محمد هايل. محمد هايل تحف أظنت ترفع صيناها كالساعة المنشدين. عفوا يا أستاذ جميل، أنا كنت أعلق على الكلام المهند. تفضل. يعني إحنا صراحة طبعا نشكر جامعة العلوم التكنولوجية، عندها معامل هائلة جدا. المعامل هذه مدفوعة الأجر هذا يا رسول الله. لا يعني صار ما تخرج ودفعتها يعني الله. يعني إحنا صراحة الطلاب يعني معامل المايكرو كنترولر، معامل المتحكمات الدقيقة قامت يعني ب يعني لا يعني لا ننسى فضل الجامعة في هذا الجزء. لكن أقول لك شيء مهم جدا، خلال العام الماضي أعدنا التصميم أكثر من مرة ومرة ومرة ومرة. ما كان يهمنا في الموضوع هو الدقة. لا تستطيع أنك الآن نحن نريد أن نحصل على اعتراف أوروبي وأمريكي، فالآن منظمات أمريكية ومنظمات أوروبية هي التي تعطينا الاعتراف. لازم أنك تتبع تعاليمهم ومعاييرهم حتى تحصل على الاعتماد ذلك. الآن الذي قاموا بتحكيم مشروعنا هم أكبر دكاترة وأكبر يعني الذين يعملون في الشركات الصناعية الكبيرة على مستوى جامعة كامبريدج على مستوى أمريكا. عندما شافوا المشروع أنه يتبع المعايير العالمية قالوا ذلك المشروع مشروع متميز. نحن لم نأخذ اعتماد لوكال أو محلي، ولكن بحثنا عن العالمية. عندما تبحث عن العالمية لازم أن يعني تتبع الخطوات والمعايير العالمية العلمية المهمة. محمد هايل أنت تتكلم يعني الساعة قلق رئيس القطاع أعطاكم وقت تتكلم، ما تقلق خذ راحتك. نتحدث عن أعتقد لما نتحدث عن الشبكة العربية وكيف حصلتم على هذه الجائزة وما هي المعايير والمحاور التي ارتكزت عليها المنافسة. أولا قبل الإجابة على سؤالك أحب أن أشكر قناة اليمن على استضافتنا، وأحيي زملاء المهندسين والدكتور فضل والمشاهدين من خلف الشاشة، وأحييك أستاذ جميل. طبعا منظمة اسمه الشبكة العربية للابتكار هي جمعية مسجلة في جامعة كامبريدج البريطانية. طبعا المسابقة كانت في 7 ديسمبر من 2013، وتتمركز المسابقة حول 4 مجالات اللي هو مجال الصحة ومجال البيئة وريادة الأعمال ومجال الهندسة. احنا الحمد لله فزنا في مجال الهندسة. طبعا تقدم للمسابقة في حدود 155 مشروع من 17 دولة عربية وعالمية كمان في دول عالمية فيها، و اسمه اللي قبلوا المشاريع تقريبا 135 مشروع اللي استوفت جميع الشروط. نعم. طبعا في حدود 11 مقيم، كانوا 11 مقيم من كبار الجامعات والشركات المصنعه العملاقه. يعني كان في المقيمين كانوا على مستوى كبير جدا، وكان التقييم يعني شمل اكثر من موضوع كطبيعه المشكله والفائده المرجوه. نعم. وجودة التقديم، جودة التقرير المقدم. نعم. وجودة الدليل المتقدم لإثبات الفكرة، هذا ما يسمى بال يعني كيف إنك تثبت إن جهازك الأفضل من بين الأفضل يعني، وتثبت هذا بجداول بأشياء. وطبعا الآن نتحدث عن الجائزة، مثل ما قلنا نحن فزنا باسمه بمسابقة في مجال الهندسة، في مجال الهندسة، وفزنا بمسابقة أفضل تصوير. جميل. أيوة فيديو كان فيه هنا الفيديو. طبعا هذا الفيديو الاختباء إن الفيديو يشمل 4 المجالات. جميل. يعني يشمل البيئة وريادة الأعمال والهندسة والصحة هذا الفيديو، وإحنا الحمد لله فزنا بأفضل فيديو. طبعا بعد ما فزنا مثل ما كلمتك سوف تقوم دعمتنا الشبكة العربية للابتكار، طبعا هذه تعتبر الجائزة، سفرة إلى بريطانيا إلى جامعة كامبريدج. عطت لكم اشتراط؟ هي كانت زراط بس تحولت إلى سفر، كانت فلوس. هي كانت فلوس بعدين تحولت إلى سفر. سفرية. أوكي. وس يعني
بنسافر إلى كامبريدج و بنناقش مشروعنا من قدك يا عم مسافر بريطانيا يلا ربنا عينك. نعم طيب أنا أخذ استراحة معكم، أنا شايفك متوتر هكذا ومتشنج لكن عشان ترتاح شوية نتابع التقرير هذا ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء مع هذه النخبة من المبدعين. الظروف الخاصة قد قمنا برفع درجة الحرارة باستخدام ساونا بيلت ونلاحظ أن كفاءة الجهاز لم تتغير عند درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية. الشكل الذي أمامكم يظهر المهام مطلوب تنفيذها لإنتاج الجهاز بالأسواق، وقد تم استكمال عملية تصميم الجهاز واختبار كفاءته، ويتبقى عملية الحصول على شهادة الـ FDA للتأهل لبيع وتوزيع المنتج. لإنتاج 1000 قطعة من جهازنا يظهر الشكل أمامكم أننا بحاجة إلى 8000 دولار أمريكي، أي أن سعر الجهاز يصل إلى 8 دولار أمريكي فقط. نظراً لأن جهازنا يعمل مع نظام الأندرويد فمن المنطقي أن يتم توزيعه كأحد أكسسوارات الجهاز مثل سماعة البلوتوث أو الشاحن، كذلك نستطيع الاتفاق مع تلك الشركات المصنعة لتلك الأكسسوارات. لذلك نستطيع القول أننا تمكننا من تصميم جهاز عالي الدقة خفيف الوزن سهل الاستخدام لقياس التيارات المتسربة في الأجهزة الطبية، ونتمنى أن يساعد على تقليل أعداد الوفيات في البلدان النامية وبلداننا العربية، ونتمنى أن تدعمونا بالضغط على لايك ومشاركة هذا الفيديو للآخرين. أنا محمد البغدادي. أنا كمال همبي. المركز الأول الهندسة مهند أسد شايف شيكات 10,000 طبعا هي كانت الجائزة 10,000 جنيه استرليني. هم فكروا انه الان لماذا نعطي الناس هؤلاء فلوس، ليش ما نعطيهم الخطوة الثانية الدفعة الثانية؟ لا خلي الميكروفون معك وانت معك ميكروفون. الدفعة الثانية انه الان الفلوس الذي دفع الشبكة العربية للابتكار انه ناخذ الناس هؤلاء نوديهم الى لندن الى الشبكة العربية للابتكار، نقعدهم مع الناس المبدعين والمبتكرين، مراكز ابتكار، نكلمهم عن براءة اختراع، ما معنى براءة اختراع، كيف ممكن هذا يحوله إلى منتج يسوق عالميا، وفي الأخير هذه جائزتنا تكون لهم أكثر مما لو أعطيناهم فلوس، ليش ما ننتقل معهم إلى المرحلة الثانية؟ طيب وكانت كم الجائزة؟ كانت 10,000 جنيه استرليني. أين أفضل كان يدوها ولا يسفروكم؟ لا هو العلم لا يقاس بثمن صراحة. فسفرتنا إلى كامبريدج هي بتضيف لنا خبرة إلى خبرتنا البسيطة في القادم، يعني في القادم. فالمحور ليس الفلوس ولكن العلم، إذا أخذنا من عندهم ماذا نستفيد منه، أنه ممكن أيضا أنه إذا أنت أثبتت هناك جدارتك ممكن الجهاز هناك يتم تصنيعه. طيب. في حال أنه لم تكن لفتة هناك محلية إن شاء الله نحصل لفتة. اللي سافروا الأردن وإلى الشبكة العربية فقط مهند و أنتم الاثنين. نعم. وتلحقوا معهم كمبرج يعني مرة ثانية. لا إن شاء الله نسافر محمد وماجد إن شاء الله. إذا مهند، كان هناك دول عربية تنافسكم؟ نعم كان حضر دول كثيرة في الوطن العربي، منها من جامعة قطر ومنها من جامعات فلسطين ومنها جامعات أردنية، فكانت منافسة قوية صراحة، يعني بسبب أنه حكام كانوا من ذات يعني من كامبريدج، جامعة كامبريدج مستوى عالي، مستوى عالي من خبرة. نعم نعم. فالحمد لله استطعنا أن نحن نثبت أنه جهازنا
قد المسؤولية يعني. وفزنا بجائزتين طبعا، الجائزة الأولى أفضل تصميم وأفضل فيديو، أفضل فيديو. عرض يعني هذا الفيديو هذا أخذ أحسن لايكس في الوطن العربي كامل. ممتاز جميل. وهذا اشتغلتم أنتم برضه؟ هذا اشتغلنا حتى جميل بمساعدة طبعا المركز الإنتاج الإعلامي بالجامعة. طيب ماجد كيف حالك؟ الحمد لله. في مكان تسوقوا الجهاز هذا ولا بس يجلس هنا وتعلقوه في ظهر الجهاز دعاياتكم يتفرجوا عليه؟ والله الى الان يعني نحن برضه قاعد نحاول ان نسوق الجهاز، بس قبل التسويق نحن برضه نحاول نجيب كبراءة اختراع برضه لنا يعني ككفاءه تضمن حقوقنا يعني. البرمه الكبيره، البرمه الكبيره عزم تقول اول حاجه هذه يعني ان شاء الله نثبتها باسمنا وان شاء الله يعني نحطها ونعرض تسويقها، لانه كون انه الجهاز حقنا يعني مفتوح على المصدر يعني. يعني في ناس يقولوا ممكن اي واحد يقدر ياخذه، وهذا التثبات لا يتم الا باعترافات دوليه صح؟ اي اكيد يعني عندك FDA الكينيك انجينيرينج. طيب احنا عندنا هنا حق الفكري اعتقد في معانا في وزاره الثقافه. أيه. سجلته؟ سجلنا ان شاء الله ما تلقوش بمكان ثاني. سجلنا بس برضه واحد من المشايخ والله احنا سجلنا الان بس برضه يعني كسجلنا بس جابونا كاستماره قسيمه. فاحنا لسه يعني هل ما جبت لنا شهاده؟ لسه ما جبت لنا شهاده، منتظرين على المعاملات وسيره ورجعه ودوخ داخل الثقافه والصناعه. داخل الثقافه رحت وزاره الصناعه، رحت وزاره الصناعه عشان نختار برقم البراءه اللي ممكن نحصل عليها اللي احسن عليه. لكن هو الطريق الاسرع يا استاذي العزيز، ان الان نحن نسعى بعد الحاجه الاكبر وهي مكتب البراءات والاختراعات الامريكي USPTENT. يعني هو سوف يضمن لك حقك يعني بشكل اكبر يعني. وهذا ان شاء الله احنا في المرحله القادمه ان احنا نحصل على براءه الاختراع زائدا سيرتيفيكيت او شهادات من السي اي والاف دي اي الامريكيه، لانه انت عارف اي حاجه بتدخل البلد لازم تكون مصرح لها من مكتب البراءات والاختراعات الامريكي حتى تستطيع ان تتعامل في السوق كماركت يعني. يعني انا اعتقد اخي العزيز انه محمد انه في البلاد لا هو ميكروفون بس ولا خدعني. انا اكلمه استغربكني والله، عندي ميكروفون ودي الميكروفون ويرفع. اعتقد انه عمليه انتاجه حتى لو حصلتم على براءه الاختراع انه تصنيعه في اليمن ممكن صعب مش صعب مستحيل يعني الا اذا احنا بنصنع احنا في المانيا. كيف بنصنع؟ ها كيف بنصنع في اليمن؟ هي الفكره يعني كنا ننتج باليوم جهازين. لا لا لا, لا هي الفكره الان يا سيدي انه الان انت تتواصل مع شركات صينيه وتعطيهم مقاساتك وما هي مواصفاتك في الجهاز بالضبط، ما هي القطع التي تريدها، وهذا يعني تريد ان تنتج 1000 قطعه، تقول لهم انا اشتري انتج 1000 قطعه وهم مباشره يصنعوا الجهاز ويرسلوا لك. الى الان لم تراسلوا اي شركات عالميه بالتصاميم، منتظرين تاخذوا ولا؟ ايوه احنا الان في احنا في طور هذا الموضوع يعني، احنا منتظرين ناخذ شهادات عالميه بحيث انه الحين هذا الجهاز يعتبر كاشف لاجهزه اخرى يعني مقيم لاجهزه طبيه، يعني لازم يكون عنده شهادات مثل شهاده الاف دي اي الاساس انه هو هذا الجهاز معتمد انه هو قادر على تقييم هذه الاجهزه. في صدد هذا الموضوع في يعني شهادات تدعم طبعاً. لا اخفيك الموضوع محتاج دعم مالي للاسف. وانا لا اخفيك انه انت محتاج علشان تاخذ الاف دي اي محتاج اكثر من 12000 دولار، علشان تروح اليو اس بي تنت محتاج اكثر من 8000 دولار. لا اخفيك لنا اكثر من يعني اخذنا الجائزه في امريكا والان اخذناها، وزي ما رحتمش الى اي شركات، ما رحتمش الى اي شركات محليه، شركات مستلزمات طبيه مثلا، وعرضتم هذا الابتكار عليها وممكن تتبنى الموضوع؟ انا اسمع اعرف عن الدكتور اسماعيل الجيلاني يعني بيتبنى مثل الحالات هذا. احنا للامانه شاركنا في المعرض الثاني للاختراعات والابتكارات في الذي اقامته وزاره الصناعه، وحضروا مجموعه كبيره جدا من رواد الاعمال ومن التجار ومن الغرفه التجاريه، لكن للاسف يعني الصناعه في البلد مقتوله يعني مطلوبه. لا ممكن يتبنى الموضوع ويدعمكم عشان تحصلوا على براءة الاختراع وبعدين تسافروا يمكن يصنعوه يعني نحن نتمنى انه يكون في دعم يعني من القطاع الصناعي، وهذه رساله ممكن ايصالها الى حتى من رجال الاعمال. يعني انا اقول لك مثلا في دكاتره، في ناس عندهم شركات مستلزمات طبيه، في ناس عندهم مصانع، صحيح المصانع الكبيره لا يصنعوا يعني، لا عندهم مصانع خارج البلاد خارج البلاد بيسهم فلوسهم خارج يديها لك انت صعب.
وشلوا الملايين وهدبوها هناك وخلونا احنا هنا يجي القوارح عندنا والملايين عند الجماعه. اسالك يا سيدي الفاضل كمال، حد دعمكم من الدوله؟ احنا نقول ان شاء الله حد بيدعمنا ان شاء الله. طيب بعد ان عدتم من يعني بعد ان حصلتم على هذه المراكز الاولى عربيا والسادس عالميا، استقبلكم مسؤول معين؟ كرموكم؟ قاعد تفتيش. استقبلتنا قاعد تفتيش في ذيك اليوم صراحه لم يتم، لكن ان شاء الله اكون من امل ما زال موجود يعني. طيب كأننا هنا يعني للأسف أنه تم نشر الموقع هذا الخبر في الفوز في المصدر أونلاين في ماربرس. حاولنا نتواصل مع الأستاذ نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية لإهداء رئيس الجمهورية هذا الفوز، لكن للأسف لا، بالعكس الأستاذ يعني نصر، لا أستاذ نصر لا يمكن أن يرد مبدعا من باب بيته، أنا أعرفه شخصيا وهذه كلمة أقولها أمام الله. أستاذ نصر هو الآن بيتابع الحلقة على ما أعتقد، وسيكون هناك رسالة بعد إذا كنتم فعلا اتصلتم بالأستاذ مش مدير مكتبه، لأن في فرق أنك تتواصل مع أحد الموجودين في المكتب أو مع الأستاذ نصر. وصلتم الأستاذ نصر نفسه كلمته؟ لا، نائب المدير. لكن أنا أعرف أنه إذا وصل له الموضوع لن يتأخر لا الأستاذ نصر ولا أي أحد من الذين يؤمنون بالإبداع، خاصة وهم ناس مبدعين وكتاب وكذا، ويعرفون مدى معاناة الشباب ومع تشتت قبل الرئيس. يا ريت، يعني نريد أن نهدي له هذا الفوز والله. رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. طيب خاطب وقول فخامة الرئيس السلام عليكم كيف الحال، كلموا هذا الكاميرا أمامكم، هذه قناة الشعب من حقكم تخاطبوا. هو سخر نفسه على ما أعتقد وألقى بنفسه في هذا الزمان المهلك حتى يخدم أبناء وطنه ويعبر بهم. ربما في لحظة هذا الضباب المعتم هناك نافذة نور منكم أنتم أيها الشباب الذين قدمتم شيء للوطن. خاطب الرئيس. والله يعني نحن يعني نتشرف، يعني نتشرف أن نود أن نقابل سيادة فخامة الرئيس لإهدائه الفوز العالمي والفوز العربي، يعني نتمنى ذلك، وهذه رسالة نوصلها عن طريق يعني برنامج الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يعني تكون لها يعني أذان بإذن الله أنها توصل، لأنه نحن نقول أيضا بدورنا هنا في قناة اليمن قناتكم أنه فخامة الرئيس كثيرة هي الوجوه التي يقابلها يوميا، وهناك وجوه ملطخة بالدم، هناك وجوه تبعث على الخوف والقلق على مستقبل الوطن، فلا أظن أنه سيبخل بلقاء ناس يفتحون له حتى ولو لحظة من هذا اليوم المليء بالمشاكل نافذة أمل إلى المستقبل، وهو أنتم. تفضل. والله يا ماجد. يعني كمان برضو أحب أضيف، يعني أول حاجة يعني في كعذر مني أنا في المهندس فؤاد ثابت ومعانا في المشروع كفرد معانا المشروع، برضو كمان نحب نشكر برضو كمهندس يحيى الشامي برضو من التقنيين اللي ساعدونا. الحاجة الثانية برضو اللي حبيت أضيفها، يعني لما تقولت إنه حجينا من المجهول أصلاً المردن هل في استقبله، يعني كجامعة علم تكنولوجيا الآن يعني ما في أي حاجة لأنا يعني ما دعمتنا، وهي قاعدة تحاول إنها برضو إن تدعمنا من أقصد من جهة الدولة، لأنكم الدولة الآن يعني تمثلون دولة ولا تمثلون جامعة بعينها ولا بحد ذاتها، أنتم تمثلون أبناء الشعب اليمني، تمثلون نقطة بيضاء في ليل معتم من المشاكل والأحداث. هو إضافة على الكلام لأنه الآن الجامعة بصدد تكريمهم في العشرينية، فإلى الآن يعني نحن لسنا في صدد الجامعة، أو نحن نتحدث عن كبلد أنتم تمثلون الآن في الخارج، عندما تخرج من إطار اليمن هناك أصبحت لا تمثل إدارة ولا جامعة ولا ماجد القارة ولا تمثل بيت القارة ولا صنعاء، أن تمثل 25 مليون يمني يتابعون ويفخرون أن لديهم من أبنائهم من يستطيع أن يصنع شيء، من يقدم شيء، لأن نحن في البعض ينظر إلينا بنظرة تعكس ذاته، مع أننا الأقدر ليس من اليوم ولكن التاريخ يشهد بذلك. بس الفكرة اللي برضه اللي حبيت أوضحها، يعني مثلا كمصانع الموجودة في اليمن مش كتوفير الأجهزة، لا احنا معنا مصانع زبادي ولا والبفك ولا الشوكولاتة هذه اللي هي موجودة يعني. طيب باشمهندس كمال، هناك صور ستظهر، لأنه المخرج أقول لك لقام سك الميكروفون ما يتركني، سيظهر صور أرجو أن تعلق عليها.
هذه صوره للشهاده اللي حصلنا عليها من الاي دبليو اتش. ايوه بتاكد انه حصلنا على المركز السادس. جميل. وهذه نفسها هذه العين. العين. خطوات الخطوات اللي مشينا فيها بالحق بالعين الى ان وصلنا الى هذه تكملة الخطوات. هذه تكملت. نعم. وهذه هذا الشهادة اللي حصلنا عليها من العين. وهذا ايضا صورة التكريم. هذا مهند رفض. نعم. فرحان يا راجل. هذا وقت شرحنا طلب منا نعرض برزنتيشن هناك. ايوه هذا هناك في الاردن. جميل. نعم. هذا صورة تكريم ايضا. صور للشرح اثناء الشرح. وهذا الجهاز. نعم. هذا هو الجهاز. نعم. هذا الجهاز بس على شكل اوسع يعني. نعم. وهذا الشهادة. هذا الشهادة هم جابوا شهادة عامة وشهادة لكل فرد من منظمة العين. وهذه أيضا شهادة أخرى. هذه الشهادة بأسامي بأسامي الجميع. بأسامي الجميع. خلاص يا عم عادل. وفي شهادة فيهم تبع الفيديو اللي ربحنا أيضا فيه سفرة في السنة الجاية في 2014 نحضر مهرجان شبكة عربية. مهرجان شبكة عربية نحضر فيه كمشاركين. ممتاز. نعم. مهند. نعم. كلمة أخيرة. طبعا أخيرا نعتبر هذا الإنجاز مثلا أو الجهاز مثابة بداية لنا لدخولنا في مشاريع أجهزة جديدة يعني في المستقبل، ودافع طبعا كبير إنه إحنا نبني مستقبلنا ونبني طموحنا على أساسه. طبعا يعتبر أول درجة من سلم النجاح، فإن شاء الله إحنا مكملين مشوارنا إن شاء الله، ونتمنى الكل يدعمنا. طبعا نتقدم الشكر الجزيل إلى كل من ساهم وساعد في إنجاز هذا الاختراع طبعا، وأخص بالذكر رأس جامعة علوم التكنولوجيا وعمادة كليتها طبعا قدمتنا تسهيلات معامل وهكذا، وكذلك الشكر والتقدير إلى مرشدنا ومشرفنا طبعا الدكتور قدير الدكتور فضل الأكواع. نعم. المجهود الكبير طبعا اللي بذله طبعا لا ننسى رأس قسم هندسة الأجهزة الطبية اللي موجودة في الجامعة طبعا، وإلى فريق العمل من زملائي أكيد دكتور محمود الرميمة دكتور محمود الرميمة دكتور نعمان النجار. نعم. دكتور محمد يدومي. نعم. كلهم. جميل. ولا فريق العمل من زملائي طبعا لا ننساهم اللي تعبوا وسهروا يعني تعبنا كلنا وسهرنا لإخراج هذا الاختراع إلى النور، وأخص بالذكر طبعا إلى عائلتي ومتمثلا بوالدي ووالدتي من دعم كبير مادي ومعنوي ومساعدتي لإنجاز هذا. كم الدولار؟ والله أحسبها أنت باليوم. صراحة العائلة هم وقفوا معنا في امسك الميكروفون عشان تتكلم. العائلة هم وقفت معنا في وقت ما كانش في معنا حد يوقف معنا صراحة. فالشكر فعلا جزيل جدا وكثير لهم. انتم بتبيعوه ان شاء الله. خلاص وزعوا شويه ضغط عليهم. ما يمكن ما يمكن خلاص ما اشوفك مره ثانيه. طبعا كلمه اخيره اسوال الوند وجهته، هل الدوله ساعدتك او مقدمه جالس بقلبك هذا؟ ايوه طبعا انا اوجه يعني فعلا الدوله ساعدني يعني دولتي هي هاي السيف. طبعا هو والدي العزيز احيي من هنا هذا دولتي يستحق التحية. طبعا أول في البداية قد هاي بالنهاية هذا الشكر كلمة شكر يعني تفضل. قد كلمة الشكر بعد الله سبحانه وتعالى يعني السبب الرئيسي لنجاح هذا العمل. أول شيء أهالينا الذي دعمونا بكل شيء ماديا معنويا بكل شيء. ثاني شيء الدكتور مشرف المشروع فضل الأكواع، البش مهندسين طبعا، وفؤاد من هنا وجه له تحية. جميل. بمعنى أنكم الآن في نصف الطريق وتحتاجون لمن يأخذ بأيديكم لإكمال ما تبقى، وهذا لن يكون البداية يعني لن يكون النهاية، سيكون بداية المشوار، وقادمون على اختراعات وابتكارات جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نتمنى أن تستجيب الرئاسة وتقابل الرئيس وتهدوه ما أردتم إهداؤه من الدروع، وأنا أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نلتقي. لك كلمة أخيرة. يعني رسالة أخيرة. تفضل. أريد أن أقول أن هذه الأرض لم تعرف إلا الإبداع. أرض أقامت عليها حضارة سبأ ومعين وبلقيس، هذه الحضارات كلها هذه يعني الأرض هذه خصبة وخيرة، فيها رجال وفيها ناس قادرين على الإبداع. صحيح. صدقني أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإيمان يماني والحكم يماني كان يقصد هذا الكلمة. نحن الآن سوف نوصل للعالم أجمع من خلال المؤتمر الحوار الوطني أن نحن اليمنيين قادرين على حل مشاكلنا بأنفسنا. طيب ما هناك أناس أرادوا أن يفشلوا هذا الحوار، وهناك أناس أرادوا أن يسقطوا البلاد بكلها ويعودون إلى مربع القوضة. القافلة تمشي يعني كما يعني شيء. نطمئن أن هناك شباب سيقفون في وجه هذا التيار. أي نعم. أي نعم. هذا يعني هذا لا بد منه. يعني خرجنا الحمد لله من عنق الزجاجة الحمد لله. حتى تيار المؤتمر الشعبي العام الذي كان يراهن البعض أنه سيفشل وثيقة
وثيقة حل القضية الجنوبية وقع عليها ما تبقى فقط بقية الأصوات التي لا أدري بحمد من تسبح وبفلك من، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى نتخارج. الرسالة الأخيرة يا أخي العزيز، أنا أريد أقول أنه للحكومة اليمنية، هناك يوجد لدينا صندوق الطرقات، صندوق الإنشاءات، صندوق لكن لا يوجد لدينا صندوق يسمى بصندوق دعم الأفكار الجديدة. أخي خذ هذا الموضوع موضوع يعني صندوق اقتصادي. الإبداع والإختراع. مثلا أنا أقول لك في صنعاء بحسب إحصائية للأستاذ عبد القادر هلال أنه كلفت ما في 2013 30 مليار ريال يمني تكلفة الأنفاق والجسور في أمانة العاصمة. قال مرة من المرات قال سوف أعطي مليار ريال للمبدعين وأرى ماذا سوف يصنعوا بالمليار. زرت عبد القادر هلال؟ يعني هو دائما حتى الأفلام والمسرحيات وهذا بيدعمها، بيدعم كل أصحاب الأقلام إن شاء الله. نحن الآن في 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 إن شاء الله في ضمن زيارة لنا إن شاء الله. أريد أن أقول لك أن كوريا الجنوبية لا تمتلك لا نفط ولا غاز، كوريا الجنوبية، لكن نفطها وغازها هم الناس، العقول. أخي العزيز، لماذا لا نؤمن في الإنسان اليمني؟ الإنسان اليمني يعني أسلموا الناس الذي في أندونيسيا وكذا بفضله. صحيح. يعني لا نفضل نجلد الذات، لا بالعكس، نحتاج إلى البكاء دائما. يعني لماذا نبكي؟ لأن كل ما حولنا يبكي. نعم. فلماذا نضحك؟ طيب إحنا لو نبدأ يعني بدأ أن تلعن الظلام أوقد شمعة، حتى نحاول. الشمعة غلط في الشارع. طيب يعني لكن الأمل يظل شعلة موجودة في الصدر. أنا داري أنك هتزعل لو ما كلمت شبوك كرسك داري خلاص، لأنه هذاك ما توظفش ولازم المصاريف تستمر. تشكر. أول حاجة يعني أحب أذكر والدي متوفي من 16 سنة. الله يرحمه. أخواني ساعدوني وذكر الوالدة وأخواني الباقين. يعني لما كنا اشتغلنا يعني كنا مع أصدقائنا يعني قالوا لنا إيش بتسووا؟ إيش الاختراع اللي حتسووه اللي يعني حتكونوا خلفاء توماس أديسون ولا خلفاء نيوتن؟ والحمد لله يعني لما شافونا الحمد لله يعني قالوا الحمد لله يعني اللي دعمناكم ما راح تهبى. الحمد لله. وبرضه كمان يعني أحب يعني أزيد للدكتور فضل لما قال يعني للإبداعات، إنه في ناس يعني الحمد لله نحن قدرنا نساعد نصمم جهاز. طب في ناس ما يقدروا يدعموا، عندهم أفكار. طيب ليش ما يكون مثلا في ناس يعني لو انا جيلك بفكره لا عندك انت شفت الفكره هل هي صحيح حتؤدي لنجاح كتدعمني؟ صحيح. هذا الحاجه مش موجوده، هذا هو صندوق الابداع. هذا كان المفروض معنا صندوق ابداع، لكن معنا صندوق شؤون قبائل. الاستاذ مهندس كمال، كلمه اخيره. كلمه اخيره اوجهها الى المنظمات المحليه والدوليه، جسمك المحليه حتى يقول ان ذكرناهم. دعم ليس مشروع معين بذاته. نعم. هناك مبدعين كثيرين، هناك ناس فعلا يمتلكون افكار فعلا مرموقه ورائعه، اهتموا بهم دعموهم قليلا. اشكر ايضا موصول العضو الخامس فؤاد محمد ثابت، شكر موصول لزميلنا من مساعدنا فعلا كان يعتبر عضو معنا مهندس يحيى الشامي، اشكر موصول لعائلتنا العائله الكريمه. انا طبعا والدي متوفي ولكن اخوتي صارت دائما ابناء من يتربى يتيما يكون مبدعا دائما. الحمد لله. طبعا وانا يتيم. توفى والدي وانا توفى والدي الله يرحمه وانا عمري 5 سنوات، ووالدتي الذي قامت بتربيتي يعني الحمد لله. شكرا يعني موصول. هكذا دائما رسول الله كان يتيما، والمبدعون دائما المعاناه دائما تولد الابداع. مشاهدينا الاكارم، كنا في لحظات حاولنا فيها ان نخرج من دائرة العتمة والضبابية التي نعيشها بفضل من أرادونا أن نعود إلى الوراء أو أن نحيا ساجدين في حرمات شهواتهم وسلطانهم. الأمل موجود ونحن كلنا أمل. اليمن ولادة، المبدعون في كل مكان وفي كل المجالات، فقط هي الفرصة، فقط هو الدعم، فقط هو التشجيع من قبل المسؤولين، من قبل أصحاب العقول، من قبل أولئك الوطنيين الذين يؤمنون بهذا الوطن ويؤمنون بأبنائه ويعملون لصالح هذا الوطن، لا يعملون لصالح جيوبهم. السلام عليكم ورحمة الله.